50 يا عم. 50 لك انا. خد خد. لا 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 دي 50. مسكين امسكه اهو. فيه حرام عليك ليك انت. فيه واخد مني كام؟ خدت ايه؟ خدت 50. خدت 10 مش لا 50. انا بقول لك خدت 10. انا بقول لك خدت 50. انا بقول لك خدت 10. طلع فلوس معانا حضرتك. انا شايف موبايل ب 7000 جنيه يا عم. شيل 7 ولا 6. خدت 50 جنيه. بس لا مش بفتش اخويا. مديك 50. انا بقول لك هو مديني 10. مديك 50 صدقني. مديني 10. لا انت ما حطيتش هنا. انت حطيت في جيبك ده. اتقل ليه؟ طب انت اتخبطت ما خدتش بالك. مين اللي ما خدش باله؟ انت ما خدتش بالك. اصل انت بتقول لي دي 50. يعني انت بتسرقني؟ يعني انت بتندهلي بتسرقني؟ لا والله بقول لك ما خدتش بالك. وحش حقك عليا. لا هو مديني 10 ومديني 50. هو مديني 10 ومديني 50. لو سمحت عايزين حد بالقلب لو سمحت. طب ثواني بس بالراحه. بالراحه بالراحه. بقول لحضرتك اهي. طب وريني اللي في جيبك هنا. وانا اوريك اللي في جيبي بتاع ايه. طب وريني لو سمحت. انا اوريك اللي في جيبي بتاع ايه. انت شفت حاجه؟ شفت حاجه؟ احنا شفنا. شفنا اتنين اهو. شفت حاجه؟ وريني الفلوس اللي معاك يا بني ادم. مناسبه ايه؟ وريني الفلوس اللي معاك. اقفل اقفل يا عم. انت خايف تطلع قدام. انت متاكده ان هم 50؟ هم دي انا شايفها 50 على فكره. وانا شايفها 50 قدام المناخ. استنى يا عم انت شفت حاجه؟ هم ارموا البلع عليك. ارموا البلع عليك. شفت حاجه؟ ارموا البلع عليك. طيب اقف. ما ينفعش تمسكني كده يا باشا. ما تمسكنيش كده. اوعى ايدك. اوعى ايدك. طيب اقف. ازعق انت هتضربني. اوعى ايدك يا عم. يا عم ايه اللي انت خدته منه؟ هو الراجل عشان مش شايف يا عم. اوعى ايدك. انت هتفتشني. ايوه يا عم فتش. مش الجبده. مش الجبده بتقول. لا انا ما بحطش فلوس اللي هنا وهنا. لا انا شفتك بتحط. اثبتي بقى. والله عيب عليك. ده انت يعني لابس لبس كويس. ايه ده؟ ايوه ما انا ابن ناس. طب عندك 40 جنيه. طلع الفلوس بجيبك. محدش يمسكني. ايوه طلع الفلوس بجيبك. كام دي يا باشا؟ طلع. لا انت واخد منه 50 جنيه. اوعى ايدك. قلت لك. اوعى ايدك. قلت لك. اوعى ايدك. ايه يا عم فين الفلوس اللي معايا؟ اوعى ايدك. 50 جنيه على فكره. هو ايه؟ هو معاك 50 قلت لك. ايوه ايه؟ لا مش بتاعتي. انا بتاعتك. حرام عليك. احنا ليه؟ اوعى ايدك يا عم. يا عم ايه؟ يا عم ايه اللي فيه يا عم؟ وبدا الموضوع يكبر والتدخل بقى بعنف وكان لازم نتدخل بسرعه. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. حضرتك ماليه ايدك قوي ان هو 50 مش 10. حول الله. يعني ماليين ايديكوا قوي من الموضوع. اصل هي هي شايفاها. انا شايف في حاله اجماع على ان هي 50. هي شايفاها. طب انا استاذن بس حضرتك دقيقه واحده. كده حقك عليا. حقك عليا. طب الراجل اللي اتضرب ده قلت اكيد مش شايفها كويس. وانا شايفه في ايده 50 متاكده. هو الموقف كان ملوش لازمه ان انا اشوف حاجه زي كده واسيبها وامشي ليه يعني. ما ترددتش على القلب ده؟ ما قلتش طب انا مستعجل عايز اخلص اللي ورايا؟ لا انا حتى الحاج بيقول 10 جنيه فانا بقول لا 50 جنيه. فانا وصلت هنا فقلت الاخ قال له انا هفك لك. انا راح واخد. فطبعا رحت راجع. لو كنت عايز اكمل كنت مشيت. كنت فاكره انه راح يفك. فانا وقفت شفته قال له ماشي انا افك لك يا حاج. وراح مديله فلوس ومشي. فانا واقفه بشوف هو هيفك ولا هيرجع ولا هيعمل ايه. وانا لو سكت ابقى شريكه. وعارف هي لو مش عيب ان انا مد ايدي في جيبه كنت هعمل كده. لان انا شايفاها 50 فمش معقوله يعني. وبرغم رد فعله العنيف واضح لك ان هو ما يعمل هو عايزه. المدام سجلت موقف في ساعتها. حضرتك اخرت نقله. اشمعنى؟ مش معقول واحد واقف ماسك 50 هو مش وارد ان ممكن موقف انسانيا يحصل بشكل ده. ممكن بس انا عديت. وبان لك في الاخر ان هو ضميره مش موجود اساسا خالص بقى. طيب ما سجلتش موقف ليه؟ اما انا يعني اللي كنت اللي اقدر اعمله ان انا هاجي بقيت راجل بقيت فلوس اقوله ده صاحبي يعني. وبقيت فلوس بس كنت مستني بس يمشي قدام شويه. ومن وجهه نظرك ده الحل النموذجي؟ والله هو ده الحل مع بعض الناس يعني. مع احترامي طبعا للاستاذ ما بعرفش هو برنامج بس ده محل بقى. هعمل ايه طيب؟ هدي راجل بقيت فلوسه لانه انت بتعمل اللي في ايديك اللي تقدر عليه. اللي اقدر اعمله بس هو كان حاجه واضحه يعني زياده عن اللزوم قوي. انتوا نورتونا ببرنامج الصد. كنت ال10 جنيه بتاعتكم بس عشان